ناقوس الخطر راه دق في بلادنا، لان عدد الضحايا راه كثر، عدد الاصابات كتكاثر نهار على نهار، وهذا الشيء كله بسبب اخطاء المعامله ديالنا او التصرف ديالنا. فتنكونوا عندنا اكتظاظ في الاسواق، اكتظاظ على وسائل النقل، اكتظاظ في اي محل، اكتظاظ على القيد باش يعطينا داك الورقه باش نخرجوا بها، واخا حنا ما عندناش ما نديروا بها. والمشكل هو ان قنعوا بزاف الناس انهم ما يديروش الكمامات. هاد الكمامات راها مهمه ومهمه بزاف. علاش؟ لان ملي كندير انا الكمامه كنحمي الشخص اللي قبالتي، وهذاك الشخص اللي قبالتي تحميني انا الا حتى هو دار الكمامه. هاد الفيروس كاين هذا في الهواء، فانا الا درت كمامه انا كنحمي راسي من هذاك الفيروس اللي كاين في الهواء، واخا هو قليل وكيبقى غير 3 ديال الساعات. الا درت مسائل السيستم بي خصنا نتعلموه، شحال من واحد قدر مثلا بحال هاد المسائل بحال هادي مثلا ودارها في لاكاسكيت بحال هاد البلاستيك بحال هكا وداروا في لاكاسكيت، راه كاين على المواقع الاجتماعيه تبينوا كيفاش واحد يقدر يصنع بحال هذا. هذا شنو هو الاهميه ديالو؟ الاهميه ديالو هو انني الا درتو الا بغيت نحك عينيا او نقيس فمي او الانف ديالي غادي يذكرني، غادي يوجهني يقول لي اتونسيون راه انت دايره هذا، فغادي ننتبه وبالتالي غادي نمشي نغسل ايديا. يمكنني نديرو في الشابو، يمكنني خصنا السيستم ديو. على المواقع الاجتماعيه اليوم كلشي كاين كيفاش نصنعوا هاد الكمامات. هاد الكمامات راه مهمه، ولا غادي ناخذوا واحد المثال ناخذوها على الصين. علاش الصينيين كلهم داروا هاد الكمامات واليوم راه خرجوا للحياه العاديه وهما دايرين هاد الكمامات؟ فالله يخليكم، ماشي بالضروره ان نشريو هاد الكمامات، ولكن يمكننا نصنعوها في المنازل ديالنا. هاد الشيء لا احتاجينا ان نخرجوا للضروره وللضروره. Thank you.